نقول تاني الفيرست كويستشنز. عندي ميدل بيز وعندي هايت ترابيزيوم. الاريا ترابيزيوم يكون ميدل هايت والبيز ملتبلاي هايت يعني 42 سنتيمتر سكوير. نيجي بقى هنا الانجل سي هي ال 90 يبقى الهايبوتنس هنا اللي هو اللتر الدبل لتر اللي مش موجودين اللي هم الاي بي. فالاي بي ده اللي هو ال نمس ان احنا جبنا ال 42 ازاي؟ عملنا ايه؟ 7 × 6 عملنا 7 × 6. نيجي بقى نطلع بقى السايد فيكون الهايبوتنس سكوير يعني 20 سكوير ماينس 16 سكوير اندر سكوير روت. الريزلت يطلع كام بقى؟ حدش معاك كالكليتر؟ هتطلع 12 يا مصر. ماشي يا طلعت اللي هي نمبر بي 12. نيجي بقى اللي بعدها دي اكليديان ثيرم بيقول لي ال اي واي ملتبلاي ال اي زد ال اي واي ال اي واي ال اي واي ملتبلاي ال اي زد. تمام ايكوال ايه بقى؟ يجيب لي مين ده في الاكليديان؟ اي واي و اي زد اللي عملناه ملتبلاي بيجيب لي ايه بقى؟ فاكرين الرسمه دي؟ زد واي. نو. الاكس واي. نو. يبقى الاكس زد. نو. يبقى اكس اي. اكس اي. الله عليا. ده كان خلصت تشوز يعني زي الله عليك يعني. ما قلنا ده لو احنا محتاجين ده سكوير بنعمل كده نمسك كده كده باور 2. يلا بقى ترانجل هوز سايد لينس 587 ده هيكون ايه بقى؟ فعشان نعرفه ايه بقى ده بتول ده ال بس لسه ما كنتش حاضره فيه هشرحه لك اهو يعني حظك جت مساله فيه اهو. عشان نعرف ده بقى اوبتيوس ولا اكيوت ولا انجل هناخد بقى جريت سايد اللي هو 7 باور 2 ونحلها لوحدها. تمام وناخد السايدين صغيرين تانيين سوري ده احنا عندي ال 8 باور 2 هي الاكتر وهناخد بقى ال 5 باور 2. انا بحط الاكبر نمبر وبعمله باور 2. ايوه اكبر ونعمله باور 2 وناخد الاثنين التانيين ونعملهم باور 2 ونشوف بقى لو طلع جريت يبقى يكون ايه لو طلع ايكوال هيكون ايه لو طلع سمول هيكون ايه. لو طلع جريت تمام يبقى كده اوبتيوس هناخدهم كلهم باور 2. اه بس طبعا الجريت لوحده والاثنين التانيين لوحدهم. مستر الاثنين لوحدهم مستر البوكس اللي انت عامله ده هنحط فيه ايه؟ ده بعد ما تطلعي الريزلت دي والريزلت دي نشوف مين اكتر جريتر زي ولا سمول زي كمان نعمل كومبيرنج يعني. مستر ال 8 باور 2 مين الاكتر بقى؟ ال 8 باور 2 اكتر ولا ال 5 باور 2 بلس 7 باور 2؟ يوزنج كالكليتر ال 5 باور 2 بلس 7 باور 2 يعني دول الاكتر 8 باور 2. اه لان هي ال 8 باور 2 طلعت 64 وال 5 باور 2 بلس 7 باور 2 طلعت 74. بعد كام؟ 74 كده يبقى كده كده بما ان هو سمولر زين 74 يبقى كده اكيد ده طول. لو كان طلع جريتر زين كان هنختار اوبتيوس لو كان ايكوال يبقى هنختار رايت. ما فيش حاجة ما فيش عندي ستريت انجل يعني. يلا بقى اللي بعدها اللي عندي ترانجل البيز لينس بتاعته البيز موجودة 6 وعندي الاريا فممكن احلها بالمنتال يعني هاو ماني تايمز 6 يدينا 24 هاو ماني كام ايه؟ يعني بنعمل هاف 4 هاف بيز تايمز 4 تمام فانا عندي هاف half base يعني half times 6 ماشي
4 سنتيمتر ملتبلاي الهايت يدينا 24 تمام فنحل دول يطلعوا 3 3 تايمز كام بقى يدينا 24 4 سنتيمتر 3 تايمز كام يدينا 3 ازاي هاف 6 كام 3 تايمز 8 يبقى 8 تمام دي لو عايزين نحلها بالمنتال من غير منتال بقى في ليها قانون هي بقى بيقول لي الهايت 8 ازاي الهايت 3 تايمز 8 يكون 24 2 تايمز الاريا اوفر البيز اوكي الليسون بروجكشن ليسون بيقول لي لو عندي الاي بي برا الاكس واي بالبروجكشن هيكون ايه انا في عندي تو كيسز لما يكون باور بيكون البروجكشن ايكوال ولما يكون بيربنديكولار بيكون البروجكشن زيرو خلاص بوينت يعني اي حاجه ثانيه بقى هيكون ليس ذان اور ايكوال يبقى لما يكون عندي بروجكشن بس ليس ذان اور ايكوال في عندي بروجكشن وفي عندي بارلل يبقى ايكوال بس تمام في عندي بروجكشن وفي عندي بربنديكولر هيكون الإجابة بوينت أو زيرو. ماشي. The two polygons are similar if the corresponding side are equal. لازم يكون السايدس إيه؟ Equal wrong. Right. إحنا قلنا في كلمة كده بتتقال. Equal هو congruent. Proportional. لكن الانجلز equal عادي. Next question. عندي two similar triangles. هم الاوردر اوف ليترز مهم خالص very important measure of angle A plus measure of angle B equal 60 but measure of angle Z equal كام هو already measure of angle Z equal measure of angle C 60 فهنا C equal كام 180 minus 60 يعني دي 120 120 يلا لسه قايلها من شويه لما يكون اوبتيوس تمام يبقى جيت سايد ماله bigger than AB plus BC number 4 the length of the diagonal of the square عندي ديوز على السكوير الاريا بتاعته كل ايه بقى فاكرين لو عندي سكوير وديجونال half 10 times 10 يعني ايه كل كام بقى هتبقى 50 سنتيمتر 50 سوري 50 بس 50 ها ثانية مصر تاني كده 50 سنتيمتر يعني تعمل half half multiply 10 multiply 10 half اوكي وانت عندك half الديجونال multiply الديجونال اوكي ماشي بعدها بقى the ratio between the length of the two corresponding side of the similar polygons is 2 to 5 and the perimeter of the similar is one of them is 12 the perimeter of the other one is عندنا بقى ال perimeters زي ال sides بالظبط تمام يعني لو عندي 2/5 the constant بتاعهم هو الريشيو اوكي بيقول لي هنا ال smaller يعني اللي فوق بقى 12 يبقى اللي تحت كام؟ هنعمل ال 20 مقاس هنعمل المقاس هنعمل ملتيبيكيشن كروس هيبقى ايكوال 30 نيكست مصر ازاي؟ ممكن تعيد اخر واحده؟ انا اتوقع كده يعني احنا اتفقنا مع بعض لما يكون عندي سيميلر
يعني عندي مثلا عندي شيب مثلا صغير تمام وعندي شيب كبير خلاص ودول سيميلر فانا عندي السمول تمام والبيج او جريتس هو بيقول لي الريشيو بقى بتوين السمول اند بيج يعني الريشيو بتاعهم هنا لو ده 2 ده هيكون 5 ده البريمتر تمام الريشيو بتاعت البريمتر هي الريشيو بتاعت السيميلر تمام بيقول لي بقى الصغير هو اساسا بقى الريشيو هو اساسا 12 يعني احنا هنعمل 5 دي تايمز الكبير كام نعملها تايمز 3 تايمز 6 5 ملتبلاي 12 ديفايد 2 نعمل كده 5 ملتبلاي 12 اوفر بقى اللي هو رقم الواحد طبعا مستر كده كده ال2 اصلا عملنا ملتبلاي 6 عشان تبقى 12 ما ينفعش نعمل ال5 ملتبلاي 6 هي كمان هي بدل ما نعمل المقص دي هي خير يا جماعه نيكست كويستشن السؤال اللي بعده لما يكون عندي 90 الثانيه مش 90 اكيد هو عايز بايثاغوريانس بايثاغورس وعايز الكونفرس بايثاغورس انا عندي الاثنين ده بايثاغورس تمام وتعال ده كونفرس يعني لو انها مستر مش لازم عادي المهم اللي فوق دلوقتي انا محتاج اجيب السايد اللي هو البي دي فلو انا محتاج بقى اكتب بقى البروف هكتب كده سينس ترينجل اي بي دي از رايت right angle triangle طبعا angled triangle يبقى then BD equal root كام بقى 17 ودي كام التانية اللي بشايفها انا بقى 6 دي ولا 7 12 لا لا دي دي 17 ودي كام 12 8 بار 2 8 ماينس 8 بار 2 يلا كالكليتر كده يطلع كام بقى مستر امتى ما نيجي نعمل الطريقه دي امتى نشيل البار وامتى نحطه مستر انت طلعت 225 ما بنشيلش البار خالص البار دايما بنخليه هذا من غير الروت بالروت في 15 هتطلع 15 تمام هنقول له بقى ان ترينجل اللي بقى الجرين ترينجل ده هنسميه بي سي دي بي سي دي تمام هنطلع بقى ال 15 باور 2 لوحدها هنقول له بقى البي دي باور 2 ايكوال 15 باور 2 equal وطلعوها بقى وبعد كده هنقول له بقى ال CD 225 plus CB square equal 12 square plus 9 square هيطلع معايا 225 نفس الاسم بتاع فوق نقول له زين البي دي سكوير ايكوال بي سي سكوير البي دي سكوير ايكوال السي دي سكوير هكتبهم هما تاني يعني هما ايكوال يعني بلس سي بي سكوير يبقى زين ميجر انجل C equal 90 تمام كده احنا خلصنا ايه البروف ايه
مستر مدينا هنا السي دي. صحيح احنا هنحل الصفحه كلها. نيكست بقى. ايه الروت بتاع السي دي يا مستر اللي انت كاتبها فوق دي؟ اتنين. انت فين؟ انت على ايه؟ بتاعت بي دي روت 2 ايكو. ايوه اللي جنبها سي دي بقى روت ايه؟ روت 2. هستنى اكتبها لك تاني. هنا دي بي دي بار 2، هنا سي دي بار 2. نيجي بقى اللي بعدها، بيقول لي انا عايز البروف اريا اوف ترينجل ال A B E ال A B E equal area of triangle A E C او A C E. تمام. طيب انا عشان احلها بقى، فانا اكيد عندي في double triangles اللي بيكونوا equal in area، وهنعمل منهم cut او نعمل subtracting عشان نطلع بقى الحتتين دول. فانا عندي بقى شايفين الصغنطتين اللي هم small triangles، اللي هم triangles ده اللي هو ال CDE، شايفينه؟ والtriangles اللي جنبه على طول اللي هو ده، هما الاثنين equal in area. بقى ليه equal in area؟ عشان ال AD median. تمام، عشان ال median بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي الاثنين divide the triangle to congruent areas. خلاص، فيكتب له بقى ال DE is median، يبقى area of triangle ال black triangle equal ABC. AD is median in triangle ABC. تمام، ركزوا بقى على اللي هقوله تاني برضو. شايفين الترينجل اللي هو الكبير ده اللي هو AD ADC equal triangle of the area ABC والAB والAB والADB والABD، هما الاثنين equal. نفس اللي قاله كريم من شويه، عشان الAD median هما الاثنين equal. خلاص، فلو عملنا ده، لو سمينا اول بروف 1 وتاني بروف 2، تمام، عملنا بقى subtracting 1 from 2، هيطلع بقى اللي هو عايزه. مستر مش الـ A مش الـ ED median بتاع الـ ABC. ايوه صح كده. الـ yellow triangle والـ green triangle هما الاثنين زي بعض. لو عملنا cut بقى هيطلع اللي هو كان عايز. هو كان عايز بقى ايه؟ كان عايز بقى الـ كان عايز ان ديت زي ديت. نيجي بقى اللي بعدها، يلا عشان الوقت هيخلص. السؤال ده بتاع السيميلر دايما بيجي، فانا عندي سيميلر سهل قوي، عم يعني يدينا هو ال AXY سيميلر مع ABC، ومديني AX ومديني AY وY. عايزين اللينس بتاع XY. قبل ما اجيب اللينس بتاع XC، تمام، اشوف بقى عندي في دبل سايد الاثنين موجودين، واحد هنا واحد هنا. يعني مثلا اللي هو الاي اكس موجود والاي بي موجود، ناخدهم الاي اكس والاي بي اهو. شايفين هناخد اول تو ليترز واول تو ليترز موجودين؟ ايوه موجودين. تمام، فاقول له بقى اي اكس، وركز بقى احنا بدانا من الصغيره والكبير، اي اكس اوفر اي بي equal 7 over كام بقى؟ 14 over 14. ليه بقى؟ عشان ده كله على بعضه كده 14. تمام كده، اديني الكونستنت اللي انا اشتغل بيه اللي هو 1 over 2. اوكي، one over two. ال one over two ده constant ده يمشي بقى معايا اتنين، بس ابدا بقى بايه؟
طيب في عندي بقى مشكلة صغنططة هنا سهلة قوي. انا عندي الـ XC ده مش موجود بقى في ولا ترانجل فيهم. ده اساسا ده سايد كده يعني part of side. فانا بقى عشان اجيبه بقى محتاج اجيب ايه بقى؟ اجيب الـ AC كلها. الـ AC كلها ده في البيج. فالـ AC كلها فتبقى من تحت كده الـ AC. مين بقى ماشي مع الـ AC؟ الـ AY الـ 6 AY تمام؟ يبقى هنا AY. ارجع بقى اكتبه تاني half الـ AC الـ AY how many؟ 6 6 يبقى كده الـ AC equal كام بقى؟ 6 times 14 over 7 ليه؟ هيبقى 12 بس. ليه هل؟ الانسر يعني الانسر بشتغل... هيبقى 12. بشتغل يا جودي على دي بس. هي ماشي مش احنا لما نكتب الاي سي هتبقى هي 6 times 14 over 7 هتطلع 12. هي يا جودي ماشي. طيب دي كلها 12 بقى. هي منها 7 يبقى الاكس سي بكام بقى؟ 12 - 7 5 سنتيمتر. نيجي لبعدها next question. عندي area of triangle MDE MDE الترينجل ده على فكرة هو ايكوال مع الترينجل اللي جنبه. عايز الـ AMB AMB random the same base. نصر هو الـ MD median ولا لا؟ الـ MD median طبعا انت شايفه عم رايح للـ midpoint يبقى median. عايزين نسبة نقدر ايكوال. فانا عندي بقى في كومن في واحد مشترك بينهم بقى ايكوال هما الاثنين مثلا هم عندهم سيم بيز عند الاي دي ده اللي هو الام دي سي او السي دي ام ده ايكوال البلو تمام وكمان ايكوال ال ام بي. ممكن تقرا تاني؟ طيب تعال نبدا اول حاجه. شايفين الترانجل اللي هو اي بي اي بي سي ده؟ شايفين الترانجل اللي هو بي سي دي اللي هو ده؟ مش الاثنين دول ايكوال؟ اه ليه بقى ليهم سيم بيز اللي هي بي سي الاي دي والاي دي بره للسي بي. هنعمل منها كات هنعملها سبتراكشن اللي هو الوايت ده هنعمل له سبتراكشن تبقى الاي بي ام ايكوال للسي ام دي ريكت. هيطلع بقى اللي هو اللون البيربل ده هو الجرين الاي ام سي. فاهمين دي الفيرست ستيب؟ طيب دي فهمتوها خلاص ندخل على الثانيه. التانيين بقى الجرين واليولو هما الاثنين ايكوال. ليه بقى؟ عشان ال ام دي ميديان. يبقى انا كده عندي اللي هو area of number 1 ايكوال area of number 2 وال area of number 2 ايكوال area of number 3. يبقى 1 و3 زي بعض. ازاي انا مثلا ما فهمتش اخر حد؟ عندي الاريا 1 ايكوال اريا 2 دي طلعناها من الفيرست. والاريا 3 ايكوال اريا 2 اريا 1 تبقى ايكوال اريا 3 تمام. وهو ده اللي عايزه. يعني بقت الاريا اوف ام دي اي ايكوال الاريا بتاعت الاي ام بي. يس مستر احنا ازاي عرفنا ان الاريا بتاعت فيجر 2 ايكوال اريا بتاعت فيجر 3؟ عشان عندك ام دي ميديان ولما يكون في ميديان في ترانجل بيكون ال الترانجلز الموجوده عندي congruent in area.
اخر حاجه بقى عشان تايم خلاص، لو تايم فصل تمام هيبقى عندكم ال next governance homework، الهومورك بقى اللي بعدها. نيجي بقى اللي بعدها دي، انا عندي شايفين انتوا شايفين ده اكليديان مع بايثاغوريانس او ساغورس. اكليديان اللي هو فيه الهايت، يعني يكون فيه 90 وترينجل 90 وفيه هايت في النص كده. يا ريت يا جماعه تذكروه عشان مهم خالص. يعني مثلا عايزين اللينث بتاع البي دي، البي دي كلها دي اجيبها منين؟ ترينجل اللي فوق ترينجل اللي تحت، الترينجل اللي تحت تمام. نعمل روت 24 باور 2 بلس 7 باور 2. يلا كالكوليتر. That equal 25. بدأ عشان نجيب ده. تمام هنعمل root. ال BD بقت equal 25. Thank you. 24 plus 7 يطلع 25. طيب ده طلع 25. It's okay نكمل بقى. ده كله على بعضه كده 25. دلوقتي محتاجين ال AD. مين فاكر بقى ال AD نجيبه ازاي؟ عادي طريقتين. هنعمل برضو root 25 power 2 minus 15 power 2. يبقى root 25 power 2 minus، عشان هو ده side، minus 15 power 2. يبقى result كام بقى؟ مثلا احنا لما نجيب base بتبقى plus، وما نجيب side بتبقى minus. ايوه 20 centimeter. كام؟ how many؟ 20 12. اوكي نرجع بقى 20 يلا 20 بقى. هنشوف بقى البروجكشن بتاعت ال AD لما يحصل لها بروجكشن على ال BD. شوف البوينت A هتروح فين والبوينت B هتروح فين. ادي ال AD اهو يحصل له بروجكشن، يعني ده هيحصل له بروجكشن كده لتحت عند ال BD. هيوصل فين بقى؟ الـ A هتوصل فين؟ عند الـ E، والـ B هي هي مكانها، يبقى ده البروجيكشن. احنا محتاجين بقى الحتة دي نعرف هنجيبها ازاي بقى؟ الـ AB تايم حاجة بقى شقليديان هفكركم بيها. لو يكون عندي كده ترينجل رايت أو رايت كده فوق تمام، وعندي هايت. امتى بقى بستخدم اللي هي الحته الصغيره دي؟ لما اعمل ده تايمز ده كله يدينا بقى ده سكوير، يعني السايد ده سكوير.